فاكره اول مره طلعتي فيها هوا؟ طبعا طب احساسك كان عامل ازاي؟ هقول لك على حاجه. قولي لي امتى الاول؟ كنت في الاي ار تي في قناه عين وكنت بعمل فقره صغيره في برنامج اسمه تفاحه ادم. بعدين يعني ربنا يمسيه بكل خير استاذ علي داوود كان رئيس القناه وقال لي هتعملي فقره صغيره كده دينيه في برنامج اسمه تفاحه ادم توك شو باسبوعي. انت طلعتي هوا قبل كنت كده؟ كنت اتحجبتي يا لميا؟ انت اتحجبتي من عندك كام سنه؟ انا اتحجبت بقالي 17 سنه وشويه كده. ما شاء الله لانه من عمر كريم ابني كريم هيتم 18 سنه في شهر 3 ان شاء الله. ما شاء الله احنا صغيرين جدا بس عندنا شباب عادي جدا عادي جدا متجوزين بدري قوي متجوزين صغيرين جدا قوي قوي بس فقال لي طلعتي هوا قبل كده قلت له عمري فراح قال لي هتطلعي هوا بعد بكره. ما شاء الله طبعا كانت صدمه فظيعه جدا. خوف بقى ورهبه؟ بصي قلت له اوكي وانا ما اعرفش انا قلت اوكي ازاي يعني بناء على ايه ازاي بس تمام يعني. فعايزه اقول لك ان انا اول حلقه ليا وكنت اول مره اتعامل مع الايربيس واول مره ابقى جوه استوديو وطالعين هوا وقدام الناس والناس شايفاني دلوقتي حالا. ما جربتيش تيست قبليها ولا خالص ولا عملت حتى بروفا على الانترو ولا في اوتو كيو ولا الكلام ده. انا برتجل بقول الكلام وبرتجل. فانا فاكره كويس قوي انه استاذ علي قال لي انت ضحكتي علينا كلنا مستحيل تكوني اول مره تطلعي هوا. ما شاء الله. تاني مره بقى كنت خايفه جدا سبحان الله. وعايزه اقول لكم حاجه معلومه انا لحد النهارده ممكن ابقى خايفه وانا طالعه هوا. والله ده حقيقه يعني ما فيش حد بيطلع هوا غير وهو فعلا كل يوم. انا عن نفسي بقعد اقول ادعيه قد كده كل يوم قبل ما اطلع في رهبه. الهوا له رهبته طبعا وعايزين نظهر بشكل في الاخر يرضيكم انتم كمشاهدين ونكون عند حسن الظن والثقه اللي انتم احيانا مدينها لنا وقاعدين عشان تتفرجوا علينا. ابقى طالعه عيانه وابقى طالعه درجه حرارتي 39 وابقى طالعه فيا اللي فيه وبطلع ومحدش بيحس محدش يعني بيحس لله. فعلا قولي لي بقى البرنامج اللي يعني ابتدت بعديه لميا خلاص بقى انطلقت. اللي انطلقت فيه ولا اللي الناس عرفتني بيه؟ اللي الناس لا اللي الناس عرفتك منه بقى خلاص اتشهرتي بقى لمياء فهمي عبد الحميد. كنسبه مشاهده بقى وانتشار اكتر. بصي والله انا بدايه من مكارم الاخلاق للمواعظه الحسنه مع الدكتور مبروك عطيه كانوا البرنامجين مع الدكتور مبروك عطيه الناس بدات تشوفني وتعرفني خصوصا كمان المواعظه الحسنه اكتر. بعدها مباشرة بقى كلام من القلب اللي هو كان على الحياة 2010 قعدت حوالي 8 سنين بقدم كلام من القلب وبعدين قدمت الدين والحياة وبعدين وبكرة أحلى في النهار وبعدين دلوقتي الدنيا بخير في الحياة. الدنيا بخير طول ما فيها زيك فعلا ربنا يخليك يا رب ده من ذوقي. تسلمي لي يا روح قلبي.